مشاهدينا رجعنا لكم مره تانية بعد الفاصل. كم مره دورنا على دواء وما عرفناش نلاقيه، وبيكون الحقيقه دواء يعني بيكون مهم جدا وممكن ينقذ حياه انسان. ابلكيشن علاجي هيوفر لنا الوقت والمجهود ان احنا ندور على الدواء في اقرب صيدليه محيطه بينا وان احنا نلاقيه، مش شرط الصيدليات الكبيره، ممكن صيدليات صغيره، ممكن كمان ما نكونش على درايه ولا علم بيها. اكتر من 99 مليون مواطن مش بيلاقوا الدواء اللي هم محتاجينه. ابلكيشن علاجي ده هيسهل كتير ان احنا نلاقي الدواء، وبعد ما الابلكيشن يتطور شويه هنقدر كمان نعرف المستشفيات القريبه لينا والخدمات اللي بتقدمها، والاطباء كمان في العيادات اللي احنا ممكن في التخصص اللي احنا محتاجينه، وايضا العنايات المركزه، حضانات الاطفال، اشياء كثيره جدا ممكن تكون بتفيد كل انسان وممكن تنقذ حياته. استاذ هيثم عبد الحميد المدير التنفيذي لبرنامج علاجي بيشرفنا النهارده في الاستوديو نتكلم عن برنامج علاجي. صباح الخير يا هيثم. صباح الخير يا فندم. اهلا بيك. هيثم، زي ما انا شرحت كده الابلكيشن مظبوط؟ تمام. طيب فكره الابلكيشن بقى جات لك منين؟ طيب هي الفكره جت من مشكله شخصيه، وهي كلنا بنعاني من القصه دي، بس هي انا عندي مثلا حد في العيله عنده سبيشال كده، حاجه خاصه في المرض، بيحتاج ان هو رعايه صحيه معينه، من ادويه، من دكاتره، من معامل تحاليل بتعمل تحاليل واشعه معينه، وده ما كناش بنلاقيه بسهوله. وممكن في العادي بنروح للاسامي الكبيره اللي هي تكون بعيده عن المكان اللي احنا ساكنين فيه، ونفاجئ بعد فتره مثلا من التعامل، لان هو مرض مزمن، نكتشف انه بعد مثلا سنه ولا حاجه ان كان في معمل قريب مننا او في مستشفى بتقدم الخدمه اللي احنا محتاجينها. ده غير ان احنا الادويه نفسها، الادويه كلنا ما بنلاقيش الادويه بسهوله، بعض الادويه، ولما ما نلاقيهاش بنعمل ايه؟ بنبعت على الفيسبوك، بنبعت في السوشيال ميديا عامه، بندور على الدواء الفلاني، كلنا نقعد نشيره، يا جماعه حاولوا ساعدونا، او بنسال اصحابنا، بنسال قرايبنا، لحد ما نوصل للدواء بالظبط. وهي دي المشكله اللي عندي وعند برضو شريكنا مصطفى مثلا. فطب هنعمل ايه؟ فاحنا قررنا ان احنا، طب احنا لازم نحل المشكله دي. احنا الخبره بتاعتنا كلها في تكنولوجيا المعلومات، ونعرف فيها كويس قوي. قلنا طب خلاص احنا نعمل تطبيق ونسميه علاجي، وده يكون يسهل على علينا وعلى الناس ان احنا نلاقي الدواء. هي دي الفكره، وبداناها في نطاق محدود جدا حتى في الصيدليات اللي حوالينا، وخدت رد فعل ايجابي الحمد لله. انت ومين بقى اللي اشتركتوا في يعني في التنفيذ؟ احنا ثلاثه، انا هيثم عبد الحميد، ومعايا مصطفى حموده ووائل خليفه. بنعاني كلنا من المشكله دي، كانوا كلهم بيعانوا من نفس المشكله. يعني مصطفى مثلا عنده نفس المشكله دي، وهي حاجه بتضايق، لان الوقت عند المريض الوقت مهم بالظبط، كل وقت بيفرق. فانا لو وفرت عليه وقت في ان هو يلاقي دواء، وفرت عليه وقت ان هو يلاقي معمل قريب او مستشفى قريبه او خدمه صحيه قريبه منه، تدي له اللي هو عايزه بسعر كمان مناسب. هي عندكم انتوا الثلاثه وانتوا صحاب، يعني معنى كده ان المشكله بالزبط. يعني موجوده في كل بيت، هي مشكله عندنا بيت كلنا، ما فيش المشكله دي. تحقيق. طيب مين صاحب الفكره، انت ولا يعني حد من اصحابك، ولا انتوا الثلاثه اشتركتوا؟ هو احنا الثلاثه اشتركنا، بس هو مثلا انا ومصطفى، لانه دايما بنعاني من القصه دي، ان احنا هيثم شوف لي الدواء الفلاني، مصطفى وانت مسافر والنبي شوف لي الدواء الفلاني. بالظبط. فتلاقينا دايما بندور على موضوع الدواء ده، وموضوع كمان الدكاتره مثلا، يعني مصطفى والد الدكتور دايما نساله، طب نعرف الدكتور فلان بيعمل كذا، الدكتور كذا بيعمل كذا، فين احسن حد بيعمل كذا. فبنلاقي نفسنا بنسال بالتليفونات في المحيط اللي حوالينا، طب في غيرنا ما عندوش الامكانيه دي، وما يعرفش حدش من قرايبه مثلا، وفي اطفال تعبانين محتاجه دكتور فعلا يعني القريب من البيت. يعني الوقت مهم، فالوقت مهم جدا، وهو ده الحاجه اللي احنا بنحاول نوفرها. بالظبط كده. طيب بداتوا العمل على الفكره من امتى؟ يعني بدانا في اخر السنه اللي فاتت مثلا، بدانا حاجه بسيطه كده مع الصيدليات اللي حوالينا في المنطقه، قلنا نشوف ردود الافعال، ردود الافعال والناس هتتقبلها ازاي. عملنا البرنامج، احنا كلنا بنعرف برمجه ونعمل القصه دي، عملناها على تكلفتنا الشخصيه، وخدت صدى ورد فعل مناسب جدا من الصيدليات، بالذات الصيدليات الصغيره. يعني حسيت بايه لما رحت للصيدليات الصغيره وعرضت عليهم الفكره؟ يعني ردود افعالهم كانت ايه؟ الصيدليات الصغيره مش ناس كتير ممكن ان هي تكون بتروحها، معظم الناس تتجه للصيدليات الكبيره اعتقادا منهم ان الدواء مش هيكون غير عند الصيدليه دي. والصيدليات الصغيره كمان، يعني هو الزبون بتاع الصيدليه بيجي ازاي؟ يا اما حد رايح على طول يشتري الدواء، يا اما عن طريق التليفون بيكلمها. انا بتيح للصيدليه، يعني هي الصيدليه شفتها كده، احنا اتكلمنا مع حد من الصيدليه، بديله منفذ ثالث للبيع عن طريق البرنامج، فانا بزود له
العملاء بتاعته، وبيكون ممكن يكون اسهل كمان من انا اكلم الصيدليه واسالها وممكن اقول الدواء بطريقه غلط. بس تكتبي اسم الدواء او تصوري حتى روشته، مش لازم تكتبي. اتبعت كل الصيدليات اللي في المنطقه، وكل صيدليه ترد على حضرتك بالعرض بتاعها، الدواء الفلاني سعره كذا، الدواء بصور الروشته بتاعت الدكتور مزبوط. وببعتها وبنزلها على الابلكيشن، والابلكيشن هو بيدور، هو مسؤول انه على الدواء. طب احنا معانا فيديو عن الابلكيشن هنشوفه مع بعض دلوقتي. اتفضل. هيثم، انت قلت لي ان انتوا كمان اللي عاملين الفيديو، يعني كله كل حاجه انتوا اللي عاملينها؟ ده حقيقي. يعني شريكتنا مصطفى مثلا، اخته يعني عندها خبره في القصه دي، واصحابنا عامه، فالفيديو ده احنا اللي عملناه بمجهود شخصي. حلو قوي، يعني المشروع كله من A to Z انتوا اللي هو عاملين بدأ كل من حاجه. مشكله فيه. شخصيه وبنحاول نحلها بمواردنا المحدوده يعني. بس الحمد لله يعني الموضوع بيطلع بشكل يعني كويس جدا. طيب قول لي بقى دلوقتي، انتوا حوالي كم شخص دخل على الابلكيشن، يعني متسجل على الابلكيشن؟ احنا الابلكيشن من نص فبراير بالظبط بقى لايف، وعندنا صفحه على الفيسبوك بنعمل تسويق من خلالها عشان الناس تعرف البرنامج بتاعنا. عندنا حوالي فوق 1000 شخص. طب كويس ان انتوا المده مش كبيره قوي. وحوالي كم صيدليه؟ احنا معانا فوق ال 11 صيدليه في المنطقه اللي احنا بنغطيها، وفي الفتره الجايه طبعا هنتوسع جدا. عدد كبير. طيب قول لي التفاعل بقى ما بين المواطن وما بين الصيدليات عامل ازاي، وهل الناس فعلا لقت ان الابلكيشن مفيد وقدروا ان هم يلاقوا ادويه ما كانوش محتاجينها؟ ده حقيقي، يعني جزء كبير من الطلبات اللي بتجيلنا بتبقى على الادويه الناقصه، لانه اللي بيدور على الدواء ناقص بيبقى عنده حاله ياس انه طب اعمل ايه، فبيدور على اي حاجه. فاول ما بيعرف ان في برنامج ممكن يدور له في الصيدليات، ده بيحصل. واحنا بندور في، هو بيدور في كل الصيدليات حواليه، ولما بنلاقي كمان دواء ناقص ومش حتى موجود في الصيدليات اللي احنا بنغطيها، احنا بقى عندنا خبره دلوقتي نعرف ندور كمان اسرع ازاي وفي حتت مختلفه، بحيث ان احنا ازاي بقى البرنامج هو شغال مثلا عدد صيدليات كذا، بيقعد يوسع النطاق، يوسع الدايره بتاعته البحث كل شويه، ويبعت لصيدليات اكتر. معلش المريض ممكن الاوردر هيجي له من صيدليه ابعد سنه، بس متاخر شويه، بس في الاخر هيوصله، مش هو كمان مش هينزل يلف على الدواء بنفسه. يعني احنا في مره كنا يعني بنسوق في الشارع، بننزل بنفسنا نوزع فلايرز وبتاع، الفلاير اللي هو زي اللي معايا زي اللي مع حضرتك ده بالظبط. ده برضو احنا واحده صاحبتنا هي اللي عامله له التصميم وطبعينه. كنا في مره شغالين وبنعرف الناس، هو تطبيق مجاني، انا ما باخدش حاجه لا من الصيدليه ولا من المريض اصلا. فجت كده ست كبيره في السن شويه، انا بعرفها بنعمل كذا كذا كذا، لقيت ست واخداني بالحضن وبتاع، ما فهمتش فيه. قلت لها خير حضرتك، الف سلامه، يعني في حاجه؟ قالت لا انا بدور على دواء بقالي شويه ونازله بلف في الصيدليات، وكانت داخله فربنا بعتت ليها يعني ده عشان تدور. فاول ما عرفت ان في كده، طب نزله لي يا ابني على التليفون، ونزلته لها طب اطلب لي الدواء وحضرتك عنوانك فين مثلا؟ قالت لي انا هروح اخده من الصيدليه، ما انا في الشارع خلاص. ف في الاخر صيدليه ردت وان الدواء موجود فعلا على التطبيق، ورحت خدته. طب يعني حلو جدا، يعني انت شفت النتيجه كمان وانت موجود، وانت ما هو ده اللي بيخليكي يعني تحسي، ده اللي يخليك عندك امل، وان انت ودافع ان انت تكمل اكتر. طيب قول لي، احنا دلوقتي على الصيدليات بس، طيب التوسع بقى بعد كده ان هو يكون على المستشفيات، على المعامل، في معامل كمان كتير صغيره ما حدش يعرف عنها ان هي ممكن تقدم خدمه وممكن تكون جيده زي المعامل الكبيره. ده هي دي المراحل الجايه ان شاء الله. والشراكات اللي احنا بنسعى ليها الفتره الجايه، ان احنا بدانا بالصيدليات، هنوسع بالصيدليات في مناطق مختلفه، ونبتدي بقى نضيف بقيه الخدمات الطبيه زي معامل الاشعه ومعامل التحاليل. لان هو مصر، اقول لحضرتك شويه ارقام، مثلا مصر فيها 44 مليون مواطن بيصرفوا بيشتروا ادويه كل يوم. 44 مليون كتير قوي، كتير. في اكتر من 70 مليار جنيه بيتصرفوا بس في ادويه في مصر كل سنه، واكتر من 90 مليار جنيه بيتصرفوا في القطاع الخاص على العلاج. طب احنا عايزين نقلل معاناه الناس بقى في حجم السوق الكبير ده، ان هي تلاقي الخدمه بطريقه سهله بطريقه قريبه. فاحنا هنضيف المعامل الاشعه، معامل التحاليل، هنضيف المستشفيات، هنضيف التكاتره، وحتى كمان شركات التامين اللي بيتعامل معاها المواطن، عشان يعرف لما يروح مكان ياخد منه الخدمه ان شركه التامين فين بتاعته مغطيه في المكان ده. تمام. هل في اي دعم من اي جهه حكوميه؟ دعم كبير جدا.
طيب. يعني اقول لحضرتك انا سعيده ان انا سمعت ان هو دعم كبير جدا. لا لا دعم كبير جدا واحنا شايفينه كل يوم. يعني احنا بدانا زي ما حضرتك فكره صغيره واصحاب بنساعد بعض عشان نطلع الموضوع. نطاق محدود، صيدليتين ثلاثه في المنطقه وخلاص. الحكومه متمثله في وزاره الاستثمار بدات كده مبادره اسمها فكرتك شركتك من حوالي اكتر من 5 شهور مثلا، اللي هو لحضرتك كنت شفتيها، هو اتوبيس بيلف في محافظات مصر كلها بيدور على افكار الشباب عشان يساعد الشباب والافكار دي ان هي تتحول الى على الارض الواقع فعلا، يبقى على ارض الواقع. فبالفعل قلنا طيب تقدمتوا يعني بالفكر فتقدمنا فعلا، كان في الاتوبيس بتاع فكرتك شركتك واقف قدام وزاره الاستثمار، رحنا في يوم احنا الثلاثه يا جماعه احنا عندنا فكره كذا، وقدمنا في الاول اصلا على الموقع الالكتروني بتاعهم، دخلنا اتكلمنا عنها، هو اتقدم اكتر من 1000 شركه. في الاخر الموضوع زي تصفيات لحد ما وصلنا في الاخر لعدد محدود الحمد لله. دخلنا بقى وزاره الاستثمار عامله مسرع للاعمال اسمه فلك. مسرع الاعمال ده بيحتضن الافكار الناشئه ويبتدي يديها دعم على مدى 4 شهور، تدريبات ناس بقى من القطاع الخاص في المستشارين في الافكار بتاعت الشباب. استفدتوا ايه من التدريب؟ ايه اللي فرق معاكم من بدايه مشروعكم غير ما اتدربتوا؟ فرق كتير، فرق جدا طبعا، لان هو موضوع اصحاب عاملين فكره بس هي مش حاجه، ما كانتش بروفيشنال قوي خالص. فلا ده يجيب مستشارين يقول لك لا البرنامج مثلا اللي انت عاملاه ده ناقصه كذا بالشكل ده، ناقصه 1 2 3، ويوصلك بالشركات اللي تقدر تحسن ده ويعمل اتفاقات خاصه مع الشركات دي عشان تدي اسعار مناسبه جدا ليكي لما تيجي تدعمي اللي مثلا منزل الاب، يبقى ليه مثلا تخفيض لما يجي يطلب مثلا خدمه معينه. ده احنا بنحاول نعمل ده عشان نروج للاب بس هو بيدونا بقى تدريب في كمان حتى في التسويق الالكتروني. يعني اغلب التسويق دلوقتي بيتم على السوشيال ميديا، يعني الناس هتعرف ازاي عن الفكره، فلازم يبقى في تسويق. بيدونا كمان بيجيبوا لنا ناس تجارب ناجحه لشباب في مصر عملوا افكار وتحولت الافكار دي لمواقع ولبرامج بيشوفها ملايين من الناس. فبتشوفي قصص نجاح قدامك. أيوة. فكل ده بيحفزك اكتر، بيديك امل ودفع اكتر بالظبط. فاحنا فضلنا شغالين بقى مع مسرع الاعمال ده لحد ما وصلنا في الاخر انه كان يوم 31 مايو اللي فات ده حفل تخرج لل 14 او 15 شركه اللي كانوا في مسرع الاعمال ده. والمسرع الاعمال اللي هو بتاع وزاره الاستثمار عمل دعم فعلا مادي، ده غير التدريبات كلها اللي تمت في خلال على مدى ال4 شهور. وكان حاضر حفل التخرج ده دكتور اسحاق النصر وزير الاستثمار وعدد كبير من الوزراء ورجال الاعمال والمستثمرين في مصر عشان يشوفوا الافكار بتاعت الشباب. ده دافع جيد جدا للشباب طبعا. وكان في معرض مقام بقى على هامش حفل التخرج ده لكل الافكار بتعرض الافكار بتاعت الناس الشباب، ان احنا نعرض الافكار دي والمستثمرين ورجال الاعمال يبتدوا يشوفوا الافكار دي. وحصل فعلا تواصل مع شركات وافكار كتيره قوي عشان نشوف تعاون ما بين رجال الاعمال والمستثمرين والافكار دي عشان ازاي تتطور. فاكيد مش هنلاقي دعم اكيد اكتر يعني من كده. دعم كبير جدا الحقيقه جداً. طيب الصعوبات بقى اللي بتواجهكم. طيب الفكره تعتبر جديده، يعني زي اي الموبايل دلوقتي بقى موجود معانا في كل حته، بنطلب الاكل من الموبايل، بنطلب ميعاد الصيانه بتاع العربيه من الموبايل، بندفع من الموبايل الرخص، بندفع المخالفات والى اخره. فخلاص الموبايل بقى جزء من حياتنا. طب ليه الخدمات الصحيه ما نقدرش ان احنا نستفيد بيها من خلال الموبايل؟ هي فكره جديده، فصعوبه ان الناس تبتدي تتعود عليها، يتعود انه ممكن ياخد الخدمه بتاعته من خلال التليفون المحمول بتاعه بسرعه وما تكلفوش حاجه. دي واحد من التحديات اللي احنا ان شاء الله الفتره اللي جايه يعني الناس اللي بتبتدي تستخدمه اكتر وتشوف الفايده هتبتدي تستخدمه اكتر. الجزء الثاني الشراكات مع القطاع العام القطاع الخاص في الجزء انه يقدم الخدمات الصحيه عن طريق المحمول. دي حاجه جديده، فكره جديده، فتلاقي ممكن الناس مش متخيله ده، طب ده ازاي؟ بس واحده واحده احنا بنشوف ان الناس بتبتدي تتجه لده. وان شاء الله احنا يعني عندنا امل كبير، والدعم المقدم من وزاره الاستثمار ومسرعات الاعمال لان شاء الله الفتره اللي جايه الموضوع الصعوبات دي كلها ما تبقاش موجوده. طيب الفتره اللي جايه هتطوروا ايه في الابلكيشن؟
الفترة اللي جاية إن شاء الله نتوسع أكتر، يبقى عندنا مناطق أكتر متغطية، يبقى عندنا صيدليات أكتر. يا ريت، احنا بنتمنى ده يعني، طبعا أنت تغطي مناطق أكبر. طبعا يعني الهدف في الآخر إنه هو نرفع المعاناة عن المواطن، إنه يلاقي الدواء، خصوصا المواطن اللي فيه مرض مزمن زي ما انت قلت بالزبط. ان هو محتاج الدواء ده بصوره دوريه، وان هو لو خلص من عنده تبقى مشكله كبيره وتاثر يعني على حياته. كل ما يضيع دقيقه بالزبط. ان هو يدور على دواء وقت هو بيخسره من حياته، طب انا ممكن اوفره ده بسهوله. صح. فهو التوسع في المناطق، توسع في الصيدليات، وابتدي نضيف الخدمات، معمل اشعه، معمل تحاليل، مستشفيات، الدكاتره، وحتى كمان الحضانات و العناية المركزة. لانه كلنا بنعاني المشكله دي لما بتحصل ازمه، تيجي الاسعاف بتبقى ازمه مفاجاه، طب نروح فين؟ مشكله. نعدي على المستشفى دي، لا ما فيهاش سرير، نعدي على المستشفى دي ما فيهاش حضانه، طب هنعمل ايه؟ والمريض بيبقى في العربيه بيبقى مش طبعا عارف يعمل ايه طبعا، والزحمه تعبان جدا وزحمه جدا. صح. طب ما هو الموضوع لو ان انا ببساطه من ممكن من التليفون المحمول ان انا اعرف فين وحده عنايه فاضيه فيها الحاجه اللي انا عايزها، او فين الحضانه القريبه اللي ممكن استفيد من الخدمات في المستشفى فيها، هتتجه عليها على طول، هيبقى هيوفر وقت وفلوس كتير جدا على المواطن، وده هدفنا ان شاء الله. طيب يعني احنا بصراحه الفكره يعني فكره عظيمه جدا، وهتسهل على الناس حاجات كتيره قوي. بنشكركم طبعا على الفكره، ويعني ان هي فكره يعني فيها نوع من الخير يعني، وتدي امل للناس ان هو فعلا في الشفاء، لان ناس كتيره جدا زي ما احنا قلنا ما بتلاقيش الدواء بسهوله. مشكورة جدا استاذ هيثم عبد الحميد المدير التنفيذي للعلاج. شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا ليك. مشاهدينا خلصت فقرتنا، بس لسه مكملين معاكم بقى في قناتنا رك سعيد.